مرحبا بكم في العرض التوضيحي لنت سويت سويت سكسس للبيع بالتجزئة. في هذا الفيديو سأوضح إنشاء التقارير والتحكم في الأصناف والإنفنتوري مانجمنت. لقد قمت بتسجيل الدخول بصفة إنفنتوري مانجر. كل دور في نت سويت له الداشبورد الخاصة به مع KPIs معينة ورسوم بيانية وريمايندرز وشورت كاتس وغيرها. تحتوي هذه الداشبورد على مقاييس المخزون والأوامر الرئيسية ذات الصلة بالإنفنتوري مانجر. يتمتع كل دور بإمكانية الوصول إلى ريبورتس متعددة معدة مسبقاً ومفيدة لمجال نشاطهم التجاري. بصفتي مدير المخزون أريد الرجوع إلى تقارير إنفنتوري تيرنوفر لفهم مدى سرعة دخول المنتجات وخروجها من المخزن. هنا أرى كتالوج المنتج الكامل المفصل لكل صنف لدينا في المخزون وقيمته بالدولار وتيرنوفر ريت، وهو عدد المرات التي يتحرك فيها متوسط قيمة المخزون داخل وخارج المخزن، و Average Days on Hand. لفهم التفاصيل الكامنة وراء المقاييس وتنفيذ استراتيجيتي يمكنني الضغط مباشرة على سجل الصنف. يخزن هذا السجل كل معلومات المعاملات السابقة حول المنتج ويقدم المقاييس هنا في Item 360 تحديداً على Sales و Margin لفهم التكاليف و Bottom Line Contribution و 3-Way Match لاكتشاف الفروق بين الأوامر والإيصالات والفواتير وسجل المبيعات و Open Purchase Orders. توفر كل هذه المعلومات رؤية أكثر دقة حول أداء المنتجات مما يؤثر على قراراتي بشأن التسعير والمشتريات. توصل علامة التبويب Related Records إلى كل معاملة خلف هذه الأرقام. في علامة التبويب Sales and Pricing يمكنني التحكم في مستويات الأسعار التي يمكن أن ترتبط بقناة مبيعات معينة أو مجموعة أو نوع من العملاء أو حتى فرد، مما يتيح أتمتة تطبيق السعر والأوامر الصحيحة. تمنحني علامة التبويب Purchasing and Inventory رؤية كاملة للمخزون عبر مستودعاتي أو مخازني أو المواقع الأخرى. لا ينقل العرض جنباً إلى جنب بوضوح فقط ما هو في متناول اليد، ولكن ما هو مفترض أن يأتي في أوامر الشراء وما هو ملزم أن يخرج في أوامر المبيعات للوصول إلى الرقم الحقيقي المتاح للبيع. يمكنني تحديد طريقة حساب التكلفة وإنشاء نقاط إعادة ترتيب لكل لوكيشن. بمجرد انخفاض مستويات المخزون إلى ما دون ريأوردر بوينتس، سيقوم نتسويت تلقائياً بإنشاء تنبيه في الداشبورد مع كمية أمر شراء مقترحة لاستعادة مستوى المخزون المفضل لدي اللازم لتلبية الطلب. لمزيد من الأتمتة، يمكنني ضبط هذه الريأوردر بوينتس على أوتو كالكوليت. تستفيد هذه الميزة من خوارزمية نتسويت لضبط ريأوردر بوينتس وبريفيرد ستوك ليفلز للنظر في تغيير طلب صنف من المبيعات وليد تايم من الموردين وسيفتي ستوك الذي يحدده المستخدم. ولأن كل عمليات البيع والشراء تتم في نتسويت، فهناك تغذية فورية دقيقة لهذه العوامل لتقديم اقتراحات طلب سريعة الاستجابة لسلسلة توريد محسنة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لنتسويت تسجيل لاندد كوست أي شيء يتجاوز سعر الشراء الذي يجب أخذه في الاعتبار في تكلفة البضائع المباعة. شكراً لمشاهدة هذا العرض التوضيحي. إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى التواصل مع أزدان شريك أوراكل نتسويت بالشرق الأوسط.